في هذا المكان بولاية جيجل شرقي الجزائر، تحدى مهندسون وخبراء مناخ البحر الأبيض المتوسط وجعلوا منه مناخا استوائيا صالحا لزراعة الموز، وذلك بالاعتماد على تقنيات حفظت الرطوبة وعدلت الحرارة ووفرت لشجرة الموز ما تطلبه للنمو وإعطاء الثمار، تقنيات باتت معتمدة اليوم بولايات عدة شرق وغرب الجزائر ليزين الموز المحلي موائد الجزائريين وبجودة عالية. البنان كما حنا نقولوا يحب الرطوبه، وكما تعرف سما البنان لا بيباتر هو عايش سما شغل يزرعوه في البي تروبيكو سما مستويه، سما يحب الرطوبه ويحب الحراره. هي هو حنا كي نحسبوا على لا بلانت تنحينا من 30 حتى 50 كيلو، حسب الماكله، حسب لونغري، حسب الغبار، حسب فوق خلقت هي لو كانت تخلق لو مواد جوي تجي العنقود يجي كبير، يجي تاع 12 يد 13 يد، ثم كي تجي المعدل تاع 40 50 كيلو، وقد ما يروح الشتاء قد ما يجي ضعيف. النقله هذه كانت عندنا من لو سما شغل جابتها ليطا الدوله في 90، بعد هنا خبينا شويه وبدينا كاين في الدزاير جماعه عندهم النقله، انا جبتها من الدزاير سما النقله هذه. حنا في جيجل علاش الموز مليح؟ الموز ما يتطلبش يفري بزاف، سمعت؟ هو ما سما شغل حص جرا كي الزرعة ما عندكش بزاف اللي يفري عليها، كيما قلت لك هو يحب الرطوبة. دوك حنا في جيجل كاين الرطوبة، على لاكوت كامل كاين الرطوبة، واش ما يطلبش؟ هو البنان ما يحبش البرد، دونك حنا سيتي نافير 11 دوغري وطلع. وحنا هنا في جيجل كي تكون في البيوت بلاستيكيه غير شويه شتاي تهبط ل 10 11 ما تضرش بزاف، ماشي كيما في لي بلاطو بالا كاين نيجاتيف ولا حاجه تخاف. سمعت هما لي راسين تاعو شغل يروحوا سوبرفيسيال، ماشي يتغمقوا فير تاع 30 سنتيمتر 40 سنتيمتر يروحوا سوبرفيسيال، دونك هو ماذا بيحبوا حتى التربه تكون خفيفه باش لي راسين تاعهم يمشيو.